ضربات مدوية بطائرات مسيرة مجهولة هزت الحدود العراقية ليلة يوم أمس. العديد من المصادر القادمة من الداخل السوري هي التي تحدثت عن ما جرى فعلا، وعين الفرات كانت هي أبرز وسائل الإعلام الموجودة في الداخل السوري التي تحدثت عن طبيعة تفاصيل هذه الضربات التي سنتحدث عنها اليوم، وكذلك قبلها أساسا بساعات كانت قد نشرت بأن هنالك حركة غير طبيعية تجري على الحدود العراقية السورية، وبأن هنالك استنفارا كبيرا يجري في هذه المنطقة. وطبعا أنهم قد نشروا بشكل حصري طبيعة الانفجارات التي جاءت، 3 انفجارات قد سمعت بالقرب من الحدود العراقية في الداخل السوري. وهنا إذا ما استمعنا قليلا إلى هذه الانفجارات الآن كما نشرتها عين الفرات وكما صورتها، فإنك ستستمع فعلا إلى هذه الانفجارات وإلى لقطة أخرى من الانفجارات التي نراها. لم يعرف أحدا ما الذي جرى لأنها منطقة مسيطر عليها من قبل الفصائل المسلحة، وليس من السهل الوصول إلى تلك المنطقة والتصوير. طبعا المنطقة والضربات التي جاءت هي كما تحدثنا بين الحدود العراقية أو بين العراق وبين سوريا، هنا تحديدا بين القائم وبين البو كمال. بالذهاب إلى القمر الصناعي الآن لكي نأخذ صورة أوضح عن طبيعة ما جرى، لنقترب هنا وسنلاحظ هنا القائم، هنا البو كمال، والقصة كلها تبدأ من المعبر الإيراني. هذا هو المعبر الإيراني الذي ترونه بالنظر إليه بشكل مركز، ستلاحظ أن هنالك طريقا يمتد من داخل العراق إلى داخل هذه النقطة، وهذه المنطقة المدمرة أساسا هي ضربة أمريكية قد تمت في عام 2021. عادة انتقال الفصائل المسلحة، دخول شاحناتهم، دخول أسلحتهم، هو يأتي بهذا الاتجاه. وإذا ما حاولنا أن نتعرف إلى هذه المنطقة قليلا لكي نعرف ونستفهم ما الذي جرى من طبيعة الوصف الذي جاء من عين الفرات وغيرها من وسائل الإعلام، فإننا سنلاحظ أو حتى الوسائل الأنباء، فإننا سنلاحظ كما تحدثنا هذا هو المعبر الإيراني طبعا، وهذه هي قاعدة الإمام علي الخاصة بالفصائل المسلحة، قاعدة كبيرة تحت الأرض تتواجد فيها العديد طبعا من الأنفاق، فيها العديد من الصواريخ، فيها انتشار كبير موجود، وهي قاعدة ليست بالعادية أبدا. بالإضافة إلى ذلك إلى أن هنالك شيء يسمى الحزام الأخضر، وهو هنا الحزام الأخضر الذي أيضا تستخدمه الفصائل المسلحة في عملية التحرك طبعا بالنسبة لهم. وبالتالي وما الذي جرى من هذه التفاصيل التي نريد الحديث عنها؟ الحديث بالنسبة لعين الفرات أكدت بأن كان هنالك استنفارا من قبل الفصائل المسلحة في قرية الهري وفي البو كمال، طبعا بعضها من الفصائل العراقية تحديدا في الداخل السوري، وأيضا كانت هنالك عناصرا من الحرس الثورية الإيرانية. الاستنفار كان لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك مباشرة دخلت 7 عجلات متنوعة، يعتقد بأن هذه السيارات أو العجلات يتواجد فيها مسؤولين قد دخلوا طبعا إلى المنطقة، مسؤولين إيرانيين أو مسؤولين في الفصائل المسلحة، وصلوا طبعا ودخلوا من دون أي مشاكل، ولكن الأنظار كانت ذاهبة لما هو قادم بعد هذه العجلات، ألا وهي شاحنات حمل برادات في الأحرى، وهذه البرادات يقصد فيها هي من الشاحنات التي عادة من المفترض أن تحمل الخضار، ولكن الفصائل تستخدمها عبر هذه المعابر لعملية نقل السلاح. نتحدث عن 3 شاحنات من البرادات هي التي طبعا دخلت إلى المنطقة عن طريق هذا المعبر أو المعبر الإيراني طبعا. وبالتالي يجب أن ننتبه بأن هنالك طريقا موازيا، وهو الطريق المهم أن يكون بهذا الشكل إلى المعبر الإيراني، وبعدها يأتي هذا الطريق الموازي إلى قاعدة الإمام علي، وبعدها يجدون طريقهم بهذا الاتجاه. هو بالضبط الطريق الذي سارت عليه هذه البرادات طبعا. وبالتالي والذي جاء، ولنعيد هذا الحزام المهم الذي تحدثنا عنه وهو الحزام الأخضر، هو مسألة مهمة، لأن هذه الشاحنات في حقيقة الأمر هي عندما دخلت بهذا الطريق ووصلت إلى هذا الطريق واستمرت بالمسير بشكل طبيعي طبعا، حتى مفاجأة، وكانت هنالك مفاجأة تنتظر هذه الشاحنات، فجأة ظهرت طائرات مسيرة بحسب قناة كان العبرية أو قناة 13 العبرية عفوا، عدد من الطائرات المسيرة في حقيقة الأمر، وليس 3 طائرات مسيرة، عدد من الطائرات المسيرة ظهرت فجأة وقامت بعملية توجيه ضربات عنيفة من الانفجارات التي سمعناها طبعا ضد هذه العجلات والبرادات، دمرت 2 من هذه البرادات بحسب بعض التفاصيل التي جاءت من تلك المنطقة. وكذلك كان هنالك تفصيلا آخرا بأن هنالك مستودعا قد استودف من خلال هذه الضربات، المستودع يتواجد فيه في حقيقة الأمر الرواتب الخاصة
بهذه الفصائل المسلحة بحسب ما تحدثت عنه عدد من الأنباء الموجودة في تلك المنطقة وما يتم تداوله بأن رواتبا دخلت قبل يوم من يوم دخول هذه البرادات أيضا استهدف من قبل هذه الطائرات المسيرة، وبالتالي الرواتب الخاصة بالفصائل المسلحة قد دمرت في حقيقة الأمر، قد احترقت هذه الرواتب، وبالتالي وبقي براد واحد فقط هو البراد الذي نجا من هذه الضربات الكبيرة، وهذا ما جعل هذه الطائرات المسيرة تستمر في التحليق في المنطقة لم تجدها. وهذا قد يفسر والتفسير الوحيد الذي يأتي من خلال الحركة التي جاءت بأن هذه البرادات عندما اقتربت من الحزام الأخضر بدأت تتعرض للضربات، واقترابها من الحزام الأخضر يوضح بأن هذه الشاحنات كانت أساسا تبحث على الدخول على إحدى الأنفاق الموجودة في هذه المنطقة، ويبدو بأن هذه الشاحنة قد وجدت طريقها بسرعة إلى النفق تحت أو دخلت إلى قاعدة الإمام علي، والبقية قد دمرت مع اقترابها طبعا من الحزام الأخضر، وجاءت هذه الضربات التي نتحدث عنها. وإذا ما حاولنا أن نعرف النقطة التي نتحدث عنها الآن من النفق ستلاحظ بأنك عندما تقترب بهذا الاتجاه الشمالي الشرقي من القاعدة ستلاحظ بأن هنالك نفقا كبيرا، نفق معروف له فترة فعلا في هذه القاعدة، هو كافي لهذه الشاحنات لكي تدخل بأسلحتها وتنجو من طبيعة هذه الضربات، وبالتالي هذا قد يفسر بسرعة كيف أن هذه الشاحنة قد وجدت طريقها بهذا الشكل. الطريق واضح بأنه معبد وبأنها وصلت بهذا الشكل واختبأت من الضربات مع وصولها إلى هذا الحزام المهم ألا وهو الحزام الأخضر. وطبعا هذه كانت ليلة مدوية جدا على الحدود العراقية، بالإضافة إلى أن كانت هنالك أيضا صورة حصرية قد نشرتها عين الفرات في طبيعة الاستنفار للفصائل المسلحة، كما تلاحظون صوروهم خلسة بطريقة استخبارية بهذه الطريقة كيف أنهم متواجدين وينتظرون سيارات متنوعة للمسؤولين الذين تحدثنا عنهم، وكذلك الشاحنات أو البرادات التي استهدفت بهذا الشكل الخطير. طبعا الطائرات مجهولة ولكن يعتقد من هذه المصادر بأن إسرائيل وهي التي كانت خلف هذه الطائرات المسيرة التي طبعا قامت بهذا الاستهداف الذي تحدثنا عنه. وطبعا بالنسبة لهذا اليوم هو كان يوما صاخبا في حقيقة الأمر في 22 مارس، أي نتحدث عن يوم أمس تحديدا. عندما نتحدث عن هذا اليوم فإن الساعات الأولى من 22 مارس في الفجر تماما في الساعات الأولى كانت هنالك أيضا ضربة قادمة على حلب في حقيقة الأمر، تحدثت عنها وكالة رويترز وكالة الأنباء السورية بشكل صريح، وأيضا وزارة الدفاع الروسية كانت قد تحدثت بأن 4 طائرات من طائرات F-16 قامت بتوجيه ضربات خطيرة للغاية على محافظة حلب وتحديدا على مطار حلب. كما نتحدث وزارة الدفاع الروسية أكدت بأن كان هنالك رادارا هو أحد الأهداف الموجودة في هذه المحافظة، وعادة عندما يضربون الرادارات هم بهذه الطريقة يبعدون المنظومات الدفاعية من قدرتها على التصدي للصواريخ من أجل أن يحققون أهدافهم بسرعة، وفعلا تمكنوا بحسب وزارة الدفاع الروسية وما أكدته اليوم من هذه الضربات بأنهم تمكنوا من ضرب مطار حلب وتدميره وإخراجه عن الخدمة تماما. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد هذه المعلومات، ولكنه أكد أيضا أن كان هنالك مستودعا تتواجد فيه أسلحة أو صواريخ خاصة بالفصائل المسلحة في نفس تلك المنطقة أيضا تعرض للاستهداف ودمر تماما. وأكدت حقيقة وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القتلى كانوا عبارة عن 4 عناصر في تلك المنطقة، 2 منهم طبعا من الجنسية السورية و2 غير معروفية الجنسية، ويعتقد من البعض بأنهم من الجنسيات الإيرانية. وطبعا الضربة جاءت على مطار حلب وذلك لإيقاف الشحنات الإيرانية التي تتدفق بحجة أنها مساعدة لضحايا الزلازل التي رأيناها في سوريا وكذلك في تركيا وارتدادات ما يجري في تركيا على سوريا والأضرار التي جرت على الناس الموجودين هناك. وطبعا واحدة من الأمور المثيرة هنا هو أن هذا المستودع عندما ضرب للذخائر وللأسلحة الذي تحدث عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان في حقيقة الأمر كان هنالك تصويرا يؤكد فعلا بأنك عندما تراه من بعيد وترى هذا الانفجار سترى بأنه يتوهج، يستمر بالتوهج، وهذا يدلل بأن هذا المستودع ليس مستودعا عاديا، هو يدلل أن هنالك ذخائرا وصواريخ
تتفجر وتستمر بالتفجر، ولذلك هي تظهر لك بهذه الطريقة. أيضا هذه صورة أخرى وصورة أخرى استمرت بالاشتعال، وبالتالي واضح جدا أن هنالك شيء خطير للغاية موجود في تلك المنطقة، بل أن وكالة رويترز أكدت ما كان موجودا في تلك المنطقة وقالت الآتي: ذكر مصدران من المخابرات الإقليمية أن الضربة أصابت مستودع ذخيرة تحت الأرض مرتبط بمطار النيرب العسكرية القريب، حيث تم تخزين أنظمة صواريخ تم نقلها عبر العديد من الطائرات العسكرية الإيرانية. طبعا مطار النيرب العسكري هو في نفس المنطقة أو النقطة التي يتواجد فيها مطار حلب، وطبعا مطار حلب هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها عن الخدمة، بل أيضا هذه تعتبر ثاني مرة يخرج فيها عن الخدمة. ففي 7 مارس هو كان قد تعرض إلى ضربات إسرائيلية أخرجوه تماما عن الخدمة، ولكن تمكنوا من إعادته، وها هي إسرائيل تنفذ نفس القضية التي نتحدث عنها. وهذه الضربات لم تأتي من فراغ أبدا، بل كانت هنالك متابعة إسرائيلية حثيثة لمدة ما يقارب الأكثر من 6 أيام للشحنات الإيرانية التي تأتي إلى الداخل السوري. فعلى سبيل المثال في 14 مارس ظهرت إحدى طائرات الشحن الإيرانية من البويا من الإليوجن طبعا 76 كانت تحلق فوق الأجواء العراقية عائدة من سوريا. وطبعا تلاحظ أنت بهذا الشكل إذا ما ركزت على التسجيل الخاص بهذه الطائرة فإنك ستلاحظ أنها فعلا في 14 مارس، وهذه هي الطائرة تماما التي سجلت بويا إليوجن 76 المعروفة عادة بأن الحرس الثوري الإيراني يقوم بعملية شحن الأسلحة عن طريقها. وهذا طبعا ما جعل في 16 مارس أن تظهر طائرات النحشون شابت والنحشون إيتام التابعة للسرب 122 الإسرائيلي للاستخبارات الإلكترونية، وهو يراقب بهذا الشكل الأراضي السورية. هنا دمشق كما تلاحظ، ولاحظ التحرك هنا الذي يأتي باتجاه البحر المتوسط هو تحرك ليس بالطبيعي. هنا كما تلاحظ هذا ليس تحركا طبيعيا في هذه المنطقة، ويوضح لك بأنه لا يراقب دمشق أبدا، هو يراقب ما يأتي بهذا الاتجاه، إذا كانت حماة، إذا كانت اللاذقية، أو إذا كانت حمص مثلا، أو إذا كانت حتى حلب التي نتحدث عنها، هذه في 16 مارس كما تحدثنا. وبالتالي هنالك رقابة كبيرة للغاية بهذا الاتجاه لهذه المناطق بالإضافة إلى دمشق، لأن هذه الطائرة من الممكن أن تكون ذاهبة إلى مطار دمشق أو إلى مطار حلب أو من مطار دمشق إلى حلب أو العكس تماما، وبالتالي هي قابلة للتغير. أيضا بعد ذلك وبشكل مثير كما تلاحظون، كانت قد ظهرت طائرة أخرى في 17 مارس بعد يوم من هذا التحليق، لاحظ هذه الشحنة الثانية فوق الأراضي العراقية ونفس الطريقة طبعا، وهذه هي طبعا 17 مارس مرة أخرى، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة بويا إليوجن طبعا 76 و 17 مارس. في نفس هذا اليوم كانت هنالك زيارة مثيرة للغاية لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، كما أكدت وسائل الإعلام الإيرانية كما تلاحظون مثل إيرنا بأنه كان موجودا في ذلك التاريخ في حلب وفي اللاذقية، والوسائل طبعا الإعلام الموجودة في سوريا وغيرها تحدثت عن هذه الزيارة وأكدتها، وبالتالي كانت الأنظار حاضرة، بل إن هنالك بعض الأنباء التي تم تداولها بأن طائرات من طائرات F-15I الإسرائيلية كانت قد حلقت على البحر المتوسط باتجاه اللاذقية وباتجاه حلب، هنالك أمر ما، هنالك شحنة وقائد فيلق القدس الإيراني موجود بحجة مساعدة طبعا الناس أو الضحايا للزلازل، ولكن إسرائيل ترى شيئا مختلفا. وبعد ذلك بشكل مثير ظهر طائرة شحن أخرى أيضا في 20 مارس كما تلاحظون، شحنة أخرى أيضا قادمة خلال هذا الأسبوع، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الشحنة وهي 20 مارس كما تلاحظون. وبعد ذلك في 21 مارس ظهرت مرة ثانية طائرات النحشون شابت والنحشون إيتام للاستخبار الإلكتروني، وهي تراقب سوريا مرة أخرى، وطبعا الرقابة تأتي تجاه دمشق وتجاه حلب. وفي 22 مارس من الصباح جاءت الضربة التي نتحدث عنها. طبعا الأمور لم تتوقف هنا، هذا الشهر كان صاخبا للغاية. 12 مارس تحديدا كان هنالك هجوما أيضا إسرائيليا بحسب وكالة الأنباء السورية وطبعا الرسمية وعدد من الأنباء بهذا الشكل، ضربت عددا من المناطق إسرائيل، واحدة منها طبعا وأساسها هي مصياف. لاحظ نحن تحدثنا طبعا عن حلب
بهذا الاتجاه بأنها قد ضربت والضربة كانت على مصياف وعلى عدد من المناطق. ودعونا الآن نلقي نظرة على طبيعة واحدة من الانفجارات تحديدا على مصياف الآن على الشاشة الكبيرة فقط لنرى طبيعة هذه الضربة وأين جاءت. ضربة لم تكن عادية وبالتالي عندما تلقي نظرة عليها ستلاحظ فعلا أنها ضربة على إحدى النقاط الكبيرة في منطقة جبلية مرتفعة موجودة طبعا في مصياف. وكانت هنالك عددا من الصور التي من الممكن أن نستدل من خلالها على هذه النقطة التي استهدفت وذلك من خلال محاولة تحديد هذا الموقع ومعرفة هذا الأمر عبر القمر الصناعي. وبالتالي عندما نحاول أن نحدد ما الذي جرى فإنك ستلاحظ أنت أمام شارع هنا وشارع آخر وواضح بأن هذه منطقة ترابية فيها أشجار بنايات منطقة سكنية. الانفجار طبعا يأتي هنا جبال واضحة ومميزة قريبة من مصياف ستساعدنا من معرفة هذه المنطقة بسهولة. طبعا منطقة سكنية قريبة من الانفجار طبعا هذا هو أهمها في القضية وأيضا أنها كأنها منطقة ألعاب وأن هنالك عمودا على مسافة من هذه الألعاب التي نراها هنا وأيضا هنالك ضوء وكأنه ضوء لينير هذه المنطقة الترابية في الليل وبالتالي هي منطقة مميزة نوعا ما من الممكن تحديدها بما أنها تتمتع بهذه المواصفات. إذا ما اتجهنا الآن للقمر الصناعي فقط لنحدد هذه المنطقة وبالتوجه بسرعة الآن إلى مصياف فسنلاحظ بأن مدينة مصياف تأتي هنا. هذه مصياف هذه الجبال الوحيدة الموجودة بجانب مصياف وبالتالي بالالتفاف ب 180 درجة تقريبا ونحاول أن نقترب من المناطق السكنية القريبة من هذه الجبال ستلاحظ بأنك أمام المنطقة الوحيدة هنا هي المنطقة التي تأتي وكأنها منطقة ترابية وأشجار يمينا وشمالا بعض العلامات القريبة لنا وبالتالي دعونا ننظر إلى الجبال ونأخذ هذا المنظر إلى الجبال بهذا الشكل وعند التوقف طبعا سنلاحظ بأننا فعلا أمام هذا طريق وهذا طريق آخر. الأشجار طبعا موجودة هذه تبدو كأنها نقاط اللعب الموجودة طبعا بالنسبة إن كانوا هنالك أطفالا أو غيرها وطبعا هذا هو العمود واضحا من الظل الخاص به وأيضا هنا بشكل قد يبدو غير واضحا بالنسبة للضوء الموجود ولكن النقطة متطابقة خاصة وأننا أمام نفس الجبال التي لاحظناها هنا نفس التخطيط تماما ويوضح أن المنطقة التي ضربت هنا بهذه الزاوية وتبدو واضحة لنا عندما نلاحظ القمر الصناعي لكي نحدد هذه الضربة تحديدا التي جاءت في 12 مارس. لاحظ كم ضربة نحن نتحدث عنها هنا وبالتالي بالاقتراب فإن هذه المنطقة هي المرشحة فعلا أن تكون هي التي قد استهدفت وفعلا الإيميج سات انترناشونال كانت قد نشرت صورة محدثة من الأقمار الصناعية مؤخرا أكدت أن هذه هي الضربة التي جاءت على هذا المبنى الذي رأيناه الآن في 13 مارس. حدثت 12 مارس الضربة التحديث جاء في 13 مارس وهذه المنطقة ليست المرة الأولى التي تضرب فيها هي إحدى مراكز تطوير الصواريخ التي تأتي طبعا تحت الأرض المهمة للغاية. في عام 2022 ضربت أيضا وفي عام 2018 ضربت أيضا وبالتالي إسرائيل مستنفرة وتضرب كل صغيرة وكبيرة موجودة في هذه المنطقة وطبعا إسرائيل بالنسبة لها هي تأتي في شهر عصيب للغاية عليها وذلك بسبب أن كل العقوبات وكل الضغوط التي جاءت إلى على إيران لم تأتي بنتيجة. النتيجة بأن نهاية شهر فبراير اتضح لهم من تقرير جاء في 1 مارس عما جرى في فبراير بأن إيران قد خصبت اليورانيوم ووصلت في تخصيبها إلى 83.7%. استنفرت كثيرا بدأت تضرب كل شيء بدأت لا تتحمل أي شيء بل إن هنالك تقريرا جديدا قد صدر من موقع إكسيوس الأمريكي بارك رابد مرة أخرى تحصل على تفاصيل مهمة عما يأتي وإسرائيل بدأت تهدد بشكل خطير الآن ووضعت الخطوط الحمراء بل بالأحرى هي رفضت وضع خطوط حمراء وهي أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية وهذه أنباء جديدة وليست بالعادية وأبلغت كذلك أوروبا بأننا لن ننتظر أحدا أبدا سنقوم باستهداف المفاعلات النووية كما نريد ولكن نرفض تماما أن نضع خطا أحمرا أي بما معنى بأننا لن ننتظر حتى إيران تصل إلى نسبة 90% كما تحدثت بعض الوكالات مثل وكالة رويترز بأن الولايات المتحدة بالنسبة لها 90% وتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% هي الخط الأحمر. إسرائيل قالت أي ارتفاع
مجددا أو ارتفاع جديد عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، فإنني سأنفذ عملية عسكرية لوحدي ولن أرتبط بكم نهائيا، وسأتوجه مباشرة لضرب هذه المفاعلات النووية، وقد أعذر من أنذر. وبالتالي هم يريدون تحقيق هذا الأمر بهذه الطريقة من خلال جولة نتنياهو في أوروبا، ومن خلال كذلك اجتماعات الإسرائيليين مع الأمريكيين بحسب ما نشرته طبعا ونشره موقع أكسيوس الذي نتحدث عنه. بل بالإضافة إلى ذلك إن كان هنالك تفصيلا قد تحدثت عنه يدعوت أحرنوت كما نقلتها إحدى الوسائل الإعلام الإسرائيلية ألا وهي إسرائيل ريدار، أكدت بأن أثناء زيارة لويد أوستن وهو وزير الدفاع الأمريكي عندما زار مؤخرا المملكة الأردنية الهاشمية وذهب إلى العراق بعدها إلى جمهورية مصر العربية وبعد ذلك ذهب إلى إسرائيل، اجتمع مع بنيامين نتنياهو وقال له هذه خطة مشتركة بيننا وبينكم من أجل توجيه ضربة ضد المفاعلات النووية. وبحسب يدعوت أحرنوت وما نشرته طبعا وما تم تناقله، فإن بنيامين نتنياهو رفض هذه الخطة ورفض أن يأخذ بالشروط الأمريكية، وذلك من أجل إبقاء حرية التصرف الإسرائيلية ضد هذه المفاعلات النووية في حالة أن إيران اكتشف فجأة أنها ارتفعت في تخصيب اليورانيوم مرة أخرى أعلى من نسبة 60%. وطبعا أيضا في نفس الوقت موقع أكسيوس أكد بأن الإسرائيليين فرضوا على الأمريكيين الآن أن يقدموا مسألة الأوردر أو الطلب الذي قدمته إسرائيل منذ العام الماضي، طلبوا 4 طائرات من طائرات KC-46A وهي من الطائرات التي تستخدم في عملية تزويد الوقود والتي تساعد إسرائيل في عملية عندما تحاول عبور مثلا للأجواء العراقية أن يكون هناك تزويدا للوقود، توجه الضربات تعود عبر الأجواء العراقية تتزود بالوقود وبالتالي تستطيع قطع هذه المسافة الكبيرة. ولكن الأوردر الذي طبعا أو الطلب الذي جاء من الإسرائيليين على الولايات المتحدة الأمريكية من المفترض أن يصل في عام 2025، الآن طلبوا بحسب هذه التفاصيل التي نشرت على موقع أكسيوس أن يتم تقديم هذا الطلب، قدموا التاريخ بسرعة لأننا بحاجة لهذا الأمر. وطبعا إسرائيل طلبت أن تكون مسألة الارتفاع عن 60% لسبب مهم، أن أي ارتفاع عن 60% سنضرب لسبب مهم تحدث عنه أيضا موقع أكسيوس، لأن يعتقدون بأن إيران قادرة على الوصول للقنبلة النووية من دون الوصول لنسبة 90%، وقنبلة هيروشيما أساسا قد وصلت والتي استخدمت طبعا في اليابان في هيروشيما طبعا التي كانت خطيرة للغاية جاءت من تخصيب لليورانيوم بنسبة 80% وليست بنسبة 90%. وعلى هذا الأساس سنوجه هذه الضربة، وهذا ما ذكره موقع أكسيوس حول هذه التفاصيل في 24 ساعة الماضية. مسؤول إسرائيلي قالت إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة ودول أوروبا بأن أي تقدم إيراني يتجاوز التخصيب بنسبة 60% سيكون خطوة قد تؤدي إلى عمل عسكري ضد برنامج طهران النووي. الحزب الجمهوري متعاطف تماما مع هذه التفاصيل، خاصة تيد كروز السيناتور الأمريكي كان في جلسة مهمة للغاية وواجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هذا السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، طبعا كان قد ظهر بهذا الشكل ونوعا ما استجوب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وقال له سياستكم رائعة في دعم أوكرانيا ضد روسيا ولكنكم سيئين للغاية عندما تأتي الأمور لإيران، فإيران تقدمت نوويا لم تحققوا شيئا، الضغط لم ينفع، ولا زالت إيران تساعد روسيا من أجل مواجهتكم في أوكرانيا والطائرات المسيرة. مثلا هنا في 21 مارس كنا أمام تقريبا 21 طائرة مسيرة من شاهد 136 الإيرانية استهدفت الأراضي الأوكرانية، تمكنوا طبعا الأوكرانيين بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية من إسقاط 16 طائرة من هذه الطائرات، وبالتالي لا زال إيران قادرة على تحقيق الكثير من الأمور من دون أي مشاكل. وهذا ما جعل أيضا ليس فقط هذا الاستجواب والضغط الجمهوري على الإدارة الأمريكية أن يأتي بهذه الطريقة بحسب ما جرى في لجنة القوات المسلحة الموجودة طبعا في مجلس الشيوخ الأمريكي كما رأينا، ولكن أيضا The Morning Beacon كانت قد نشرت وثيقة أو رسالة أرسلت من الجمهوريين الموجودين في مجلس الشيوخ إلى أوروبا إلى جوزيب بوريل كما تلاحظون، ووقعوا عليها الجمهوريين وطلبوا من الأوروبيين أن يفرضوا عقوبات ووضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، وذلك من أجل قطع الطريق على إيران، قطع الاتفاق النووي، لا داعي للاتفاق مع إيران، يجب الضغط على إيران فإنها أصبحت خطيرة للغاية. وبالتالي هذه تفاصيل تصعيدية مستمرة رغم كل التهدئة التي نسمعها في المنطقة والتقارب المهم في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن الأمور
لا تبدو بأنها قد هدأت أبداً.